سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. وان شاء الله 15 يوم اللي بقى رمضان حتى يدوز بخير وعلى خير يا ربي. كما شفتوا في الفيديو اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي كتجي بنينه، واحد حلوه. هنا ماما اللي دارتها، اللي عجنتها، ماشي انا اللي درتها، غير بغيت نشاركها معكم. الصراحه كتجي واعره وكتدوب في الفم. هي عباره عن صابلي، فالا كنتو انتريسي بقاو حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا الطريقه اللي درنا باش تحصلوا على هذه الحلوه هذه. هنا كيف ما كتشوفوا خدات اول حاجه ربعه ديال الزبده ديال هذيك البواطه اللي كتكون ديال نباتيه، وخدات كاس ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي اللي غربلاتو باش يتحيدوا منه هذوك الحبيبات ديالو. ومن بعد خلطت داك الخليط كما غتشوفوا، غتمعسو مزيان بيديها حتى يتمزجوا كاملين، وغادي تزيد ليه واحد فاني حتى هو نسيت ما قلتها لكم. ومن بعد غادي تحركوا شي تخلطوا حتى يولي بحال اون فوماد. كيف ما شفتوا من بعد ما تخلط مزيان لينا داك الزبده والسكر كلاصي، غادي تزيد عليه بيضه وصفر بيضه، يعني بيضه كامله وصفر ديال بيضه، وغادي تعاود تحرك عاوتاني مزيان حتى تخلط دوك العناصر مزيان مزيان. هنا غادي نزيدو واحد كاس صغير ديال المايزينا او لا دقيق النشا ديال الذره، و غادي تعاود تخلطها ثاني مزيان. من بعد عاد غادي تزيد الخمارات وتزيد الدقيق اللي غادي يجمع لينا هذيك هذوك العناصر. غير بالنسبه للعجين راكم كتعرفوا الصابلي ما تنحاولوش ندلكوه، غير كنجمعوه غير هكا بالاصابع ديالنا بشويه بشويه حتى كتجمع لينا هذيك العجينه. الاثناء من بعد ما جمعنا ديك العجينه غادي نقسموها على جوج الاجزاء، واحد الطرف اللي تيكون كبير وواحد غير واحد الكويره غير صغيره اللي غادي نحتفظوا بها في المجمد حتى تجمد لينا وتولي قاصحه. وعاد غادي نخدموا بها ان شاء الله، نوريكم الطريقه اللي غادي نديروا باش نعمل.
دابا باش نطلقوا هذيك العجينه اللي غادي نطلقوها من بين واحد جوج البلاستيكات باش هكا تسهل علينا الامور فاش نبغوا نهزوا العجينه. العجين ما كتكونش غليظه ما رقيقاش بزاف، ما بينو وبين نسرحوها مزيان ونعمروا هذوك لي موليت، دوك المولات الصغيورين، ومن بعد نوريكم شنو غادي نديروا في الحشوه. هنا تنثقبوها شويه باش ما تنفخش لينا وتخسر لينا ديك لا فورم ديالها. ندوزو دابا باش نعمرو هذوك الطورطات الصغيورين، غادي نعمروهم بمعلقه ديال الكونفيتور ديال الخوخ. نتوما تقدروا تعمروها باي حاجه بغيتو، تقدروا ديروا فواكه معسله، تقدروا ديروا غير العسل، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. حنا درنا الكونفيتور بحال هكا حيت صراحه كيجي معسل وكيعطي واحد المذاق زوين. وغادي نزيدوا عليه شويه ديال لي زامون دي فيلي، عاد غادي نكملوا نجبدوا ديك العجينه اللي كنا خلينا في الثلاجه باش تقسح شويه. عاد غادي نوريكم الطريقه شنو غادي نديروا بها. السر في هذه الوصفه هذه هي اخر مرحله اللي هي هذه اللي كنجبدوا هذيك ديك الكره الصغيره اللي كنا حطينا في الثلاجه، كنجبدوها وكنحكوها فوق من هذوك الطورطات وكنغطيو داك الخليط كله يتغطى بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنعاودو نرجعو عاوتاني للثلاجه واحد نص ساعه بما يجمد لينا هذاك العجين، حيت كتكون عرفتوا
العجين اللي كتكون فيها الزبده كتكون طريه بزاف، والسر ديالها باش في الاخير تجي لكم هشيشه بزاف، خاصكم تعاودوا تدخلوها للثلاجه مده واحد نص ساعه بما تجمد لينا، ومن بعد ديك الساعات ندخلوها للفران الطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها الصابلي. ومن بعد ما كنخرجوهم من الفران كيجيو بحال هكا، اللون ديالهم فقط ذهبي، كيجيو زوينين صراحه. بغيتي تدخل لهم هكا كتخليهم هكا، بغيتي تدردرو عليهم شويه ديال السكر الثقيل حتى هو كيجي زوين. انا هنا غادي ندهنهم بشويه ديال الكونفيتور اللي زدت ليه واحد جوج معالق ديال الماء ورديته فوق البوطه حتى شويه ولا بحال ولا ما بقاش ثقيل كما كان في الاول، وغادي ندهن به هذوك دوك الطرطاش، ومن بعد غادي ندردر عليه شويه ديال السكر كلاصي. كيجيو صراحه زوينين وشكل مختلف عاوتاني على اللي موالفين كنديروا، وصراحه غير جربوا هاد الطرطاش هادو غادي يعجبوكم بزاف بزاف بزاف. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بلي لايك الا عجبتكم هاد الوصفه هادي، ومرحبا بكم في القناه ديالي مره اخرى. بارك الله فيكم والسلامه.